سيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث شداد بن أوس: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقناً بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهذا اللفظ لفظه، لأنه ذكره مرتين، لكن هذا اللفظ هو أشمل، وقد أخرجه غيره كأحمد والترمذي والنسائي، وكذا النسائي في الكبرى، وأخرجه غير هؤلاء. شداد بن أوس هو صحابي، كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، نزل الشام، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث.